مشاهدينا أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم، والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية وكذلك العبرية. وسنقرأ وإياكم في ختام هذه الجولة بعضا من العناوين في الصحافة الإلكترونية، لكن الآن دعونا وإياكم نستطلع العناوين التي سنقرأ تفاصيلها خلال هذه الجولة. وأبدأ من الصحافة الأجنبية وتحديدا من صحيفة الجارديان التي عنونت هذا اليوم وكتبت: ضغوطات على بريطانيا للسير على خطى بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية. أما صحيفة إنديبندنت فكتبت هذا اليوم وتساءلت: هل لقاح أوكسفورد أسترازينكا سيقسم القارة الأوروبية؟ فيما ميدل إيست مونيتور عنون هذا اليوم وكتب: الأمم المتحدة تقول 700 نازح في اليمن خلال أسبوعين بسبب الحرب. فيما آخر ما لدينا في الصحافة الأجنبية هو من ميدل إيست آي، والموقع عنون هذا اليوم: الولايات المتحدة تدعو تركيا وروسيا لسحب قواتهما على الفور من ليبيا. أما في صحفنا العربية فاخترنا لكم بداية هذا العنوان من صحيفة القدس العربي، والتي عنونت حول الوضع في تونس وقالت أن هناك بوادر أزمة سياسية بعد رفض الرئيس الاعتراف بجلسة منح الثقة للحكومة. فيما صحيفة الأخبار اللبنانية فعنونت وكتبت هذا اليوم: أمريكا وإيران لا عودة إلى الوراء. ثم من صحيفة القبس الكويتية فاخترنا لبنان: مخاوف من تحول الاحتجاجات إلى العنف. طبعا الاحتجاجات الموجودة في مدينة طرابلس. أما ما لدينا في الصحافة الأجنبية فهو ما اخترناه لكم اليوم ضمن العناوين الرئيسية التي سنناقشها معكم في هذه الحلقة. يديعوت أحرونوت تتحدث عن نحو جهد إسرائيلي عربي للضغط على إدارة بايدن، هكذا كتبت الصحيفة. كما وسنكون معكم أيضا في فقرة كاتب ومقال، والذي سيكون بعنوان: نحو مجلس وطني فلسطيني جديد ولجنة تنفيذية فاعلة، لكاتبه أيضا نبيل السهلي الذي سيكون معنا لمعرفة تفاصيل هذا المقال. أيضا كما أسلفت مشاهدينا سنقرأ وإياكم بعض العناوين في بعض مواقع الإلكترونية. أبدأ من الجزيرة نت والخليج الجديد أيضا وعربي 21، وكذلك سنختم هذه الجولة بقراءة في عناوين موقع بي بي سي عربي. لكن الآن مشاهدينا دعونا نتوقف لمعرفة تفاصيل هذه العناوين وتحديدا من الصحافة البريطانية، حيث أرحب بانضمام ضيفنا عبر سكايب الصحفي محمد فتوح. أهلا بك أستاذ محمد. بداية أبدأ معك من صحيفة الجارديان، ولكن قبل ذلك أود أن أختبر الصوت لأنه لم يصلني صراحة. طيب يبدو أن أنا لا أسمعك، ولكن إذا سمحت فقط أن ترفع السماعات من أذنيك، ومن الممكن الحديث بشكل مباشر عبر جهاز اللابتوب ربما يكون أفضل لأن الصوت لا يصلنا بالشكل المطلوب. أستمع الآن ولكن الصوت منخفض جدا. صحيفة الجارديان أقول وأنها عنونت هذا اليوم: ضغوطات على بريطانيا للسير على خطى بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية. هل فعلا من الممكن أن تقوم بريطانيا بعملية تجميد لبيع الأسلحة إلى الرياض؟ أهلا بك. في الواقع أنه بعد قرار الإدارة الأمريكية تعليق مبيعات السلاح، وهي يقال أنها خطوة روتينية مع قدوم أي إدارة جديدة، قرار الإدارة الأمريكية بتعليق طلبات أو عقود السلاح الجديدة بانتظار إعادة دراستها، طرح مسألة مبيعات السلاح البريطانية لدول مثل السعودية والإمارات، وكانت هناك مطالبات سابقة في الواقع بوقف مبيعات السلاح بحجة أنها تستخدم في اليمن، وأن هذا سيرتب مسؤوليات على الحكومة البريطانية، مسؤوليات قانونية بسبب أو نتيجة أي عملية أو قتل مدنيين أو ما إلى ذلك ممكن أن تحصل في مناطق الحروب أو باستخدام الأسلحة البريطانية. كان هناك في السابق قرار من المحكمة العليا بوقف مبيعات السلاح ولإعادة
دراسة أو التأكد من أن الإجراءات القانونية قد اتبعت. بالفعل علقت بريطانيا العام الماضي عقود السلاح، ولكنها أعادتها مرة أخرى وقالت أنها يعني اتخذت كافة الإجراءات لضمان عدم استخدام الأسلحة في أي يعني انتهاكات أو ما إلى ذلك. اليوم بعد الإدارة أو بعد قرار الإدارة الأمريكية الجديد، عادت المطالبات لإعادة النظر بهذه المبيعات، وخصوصا أنه الناقدين للحكومة البريطانية يقولون أن بريطانيا يعني تتغاضى عن استخدام هذا السلاح وتتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في يعني في سبيل تأمين صفقات مثل هذا من هذا النوع. لكن بريطانيا من الناحية الاقتصادية أريد أن أتحدث هنا، هل هي معنية فعلا باستمرار تدفق السلاح إلى المملكة العربية السعودية وبيعه، أم أنها من الممكن فعلا أن تقوم بوقفه؟ في الواقع أن بريطانيا هي المزود الثاني بعد الولايات المتحدة للسلاح للسعودية، ولديها عقود بمليارات خلال السنوات الماضية، وبالتالي خصوصا بعد بريكزيت تقول الحكومة يعني أنها بحاجة إلى يعني المزيد من الصفقات والعلاقات مع العديد من الدول، إضافة إلى الجانب الاقتصادي الذي يمثل خصوصا في هذه الظروف بالنسبة للحكومة البريطانية مصدر دخل مع تراجع الإيرادات و يعني اضطرابات ما بعد بريكزيت. وبالتالي يعني من النواحي السياسية ومن النواحي الاقتصادية يبدو أن الحكومة البريطانية تجد نفسها تحت ضغوط من جانب شركات السلاح وسبب ضغوط الوضع الاقتصادي، إضافة إلى الضغوط السياسية ومحاولة بناء علاقات جديدة بعد بريكزيت. لذلك لا ينتظر بالفعل أن تقوم بريطانيا بتعليق مبيعات السلاح، وإن كانت هي تتحدث باستمرار عن أنها تراقب كيفية استخدام هذا السلاح وأنه لا يعني لا يدخلها في أي مساءلة قانونية في المستقبل في حال وقوع أي انتهاكات باستخدام هذا السلاح. ولكن على ما يبدو أن بريطانيا والحكومة المحافظين لا ترى أي يعني ضغط حقيقي في الواقع، مع أغلبية كبيرة في البرلمان تجد الحكومة أنها تتمتع بحماية لنقل برلمانية، وبالتالي يعني هي تحاول مرة أن تتحدث أنها تناقش بالفعل مسائل حقوق الإنسان وأي انتهاكات بشكل عام، ليس فقط في موضوع اليمن، ولكن في نفس الوقت تصر على أنها تتمتع بعلاقات استراتيجية مع السعودية، وأنها ليس من الممكن أو ليس من المصلحة وقف هذه المبيعات. بالتالي تستمر المطالبات، وحتى الإدارة الأمريكية الأرجح أنها تعليق أن الأمر تعليق مؤقت لصفقات السلاح يشمل العقود مع السعودية والإمارات، ولكن ربما يعني تم العودة عن هذه أو يتم إلغاء هذا التعليق لاحقا بعد إعادة دراسة هذه العقود، ولكن ليست هناك فترة زمنية لهذا الأمر. طيب نتحول إلى صحيفة إنديبندنت، والصحيفة تساءلت هذا اليوم عبر عنوان لها: هل لقاح أكسفورد أسترازينكا سيقسم القارة الأوروبية؟ هذا اللقاح الذي ينتج طبعا في بريطانيا، كيف له أن يقسم فعلا أوروبا؟ هذا أمر في الواقع أنه بعد بدء إنتاج هذا اللقاح كانت هناك عقود مع الأوروبيين مع أسترازينكا لتصدير مئات الملايين من الجرعات. اليوم تقول الشركة أنها غير قادرة على توفير الطلبات أو الإيفاء بالالتزاماتها في العقود، وأنها قادرة على توفير ربع المتفق عليه في الفترة الحالية، وبالتالي تقول أنه هذا سبب ذلك هو تعطل إنتاجها في مصنعها في بلجيكا. المشكلة أن هناك انتقادات للاتحاد الأوروبي من جانب دول في داخل الاتحاد من أن هناك بطء في آلية اتخاذ القرار وإقرار اللقاح، وأنه كان هناك أيضا بطء في مسألة التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة وباء كورونا، وأن المفوضية لم يعني تتخذ الإجراءات الكافية لمساعدة الدول التي تعرضت للوباء مثل إيطاليا وإسبانيا في الموجة الأولى، وبالتالي سيزداد الضغوط على المفوضية الأوروبية. بالتالي كان هناك
محاولة أو كان هناك قرار بتفتيش مصنع أستراليزينكا في بلجيكا للتأكد من أنه بالفعل أن السبب في تعطل في سبب ضعف توريد الكمية المتفق عليها هو عدم أو تعطل في المصنع، لكن أيضا في المقابل تطالب المفوضية الأوروبية بأن تعوض الشركة من مصانعها في بريطانيا، وهذه إشكالية أخرى لأنه بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وليست ملزمة بالسماح بالتصدير لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولكن الأوروبيون يقولون أن الشركة كانت ملزمة من موجب العقود بتوفير هذه الكميات، وأن من حق الأوروبيين أن يقوموا بالتأكد من أن المصانع بالفعل يعني تخضع للرقابة، وأن تحق لهم حق الأوروبيين تفتيش المنشآت التابعة للشركة للتحقق من الكمية أو إنتاج الكمية المتفق عليها. أيضا يأتي ذلك مع تلميح أو حديث اللجنة الطبية الألمانية أو اللجنة الطبية الألمانية من أن اللقاح غير فاعل بالنسبة للفئات العمرية فوق 65 عاما، وبالتالي ينتظر مع إقرار استخدام اللقاح في الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة أو قريبا أن يتم التركيز، ربما تحويل التركيز على التطعيم أو إعطاء اللقاح لفئات أصغر عمرا، وهذا بالتالي سيغير البرامج التي تم وضعها سابقا لتلقيح الفئات الأكثر تضررا في الاتحاد الأوروبي، وهذا سيطرح مشكلة أخرى بشأن توفير اللقاح لكبار السن. نتحول إلى موقع ميدل إيست مونيتور، والموقع كتب عنوانا نقلا عن الأمم المتحدة يقول فيه أن نحو أو 700 نازح في اليمن خلال أسبوعين بسبب الحرب. ما هي التفاصيل في هذا الموضوع؟ نعم، الأمم المتحدة تقول أن استمرار المعارك في الحديدة يعني تسبب بأزمة إنسانية جديدة، وأنه عشرات العائلات اضطرت لمغادرة مساكنها والنزوح بما يعادل حوالي 700 شخص، إضافة إلى حوالي 150 بين جريح وقتيل، وأنه يعني وجدت دعوة لوقف إطلاق النار والتركيز على مساعدة المتضررين. طيب، أتحول إلى آخر ما لدينا من عناوين الآن في الصحافة الأجنبية، وهو ما اخترناه من موقع ميدل إيست آي. الموقع كتب هذا اليوم: الولايات المتحدة تدعو تركيا وروسيا لسحب قواتهما على الفور من ليبيا. أين جاءت بداية هذه المطالبة؟ نعم، كان هناك اجتماع لمجلس الأمن بالأمس بخصوص ليبيا، وجاءت هذه الدعوة على لسان القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، دعا إلى خروج فوري للقوات الأمريكية للقوات الروسية والتركية من ليبيا، وشدد أيضا على خروج كافة الأجانب وتدخلات الدول، وذكر أيضا في هذا السياق الإمارات، وطالب أيضا بخروج المرتزقة ووقف التدخل في الشؤون الليبية. ربما هذه الدعوة ليست جديدة، سبق أن طالبت المتحدة بخروج القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة، ولكن ربما مع إدارة بايدن قد تعطي هذه الرسالة معنى آخر بالنسبة لتركيا تحديدا، لأنه ذكرها بالاسم وجمعها مع روسيا بشكل خاص، رغم أنهما على طرفي نقيض أو يدعمان فريقين مختلفين. بالتالي يعني اعتبرت هذه الدعوة بمثابة تشدد في السياسة الخارجية أو نهج متشدد تجاه تركيا تحديدا، لأن روسيا بطبيعة الحال تعتبر خصم ولديها يعني علاقة متوترة في ملفات عديدة مع الولايات المتحدة. أيضا في نفس السياق ربما تأتي هذه الدعوة بعد اتصال بايدن مع الرئيس الفرنسي ماكرون، ومعروف أن ماكرون لديه موقف بشأن تركيا وهو يدعم حفتر مقابل دعم تركيا لحكومة الوفاق في طرابلس، وسبقا هاجم يعني سبقا اشتبك الدولة دبلوماسيا اشتبك الطرفان دبلوماسيا بشأن دعم طرفي النزاع في ليبيا. طبعا أيضا الأمم المتحدة طالبت، الأمين العام للأمم المتحدة طالب أيضا بسحب المرتزقة والانسحاب الأجانب مع تقدم العملية السياسية، فقد اتفقت يعني بعد اتفاق اللجنة العسكرية على وقف إطلاق النار تم الاتفاق على آليات الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات
وبدأت الترشيحات بالفعل للمناصب السياسية. كان يفترض أن يتم انسحاب المفرزقة والقوات الأجنبية السبت، يعني مضت المهلة، ولكن حتى الآن لم يحدث أي انسحاب، وتشير تقارير على العكس إلى أن قوات المرتزقة الفاغنر الروسية تحفر خنادق وتعزز مواقعها في مناطق مثل الجفرة وسيرت، ما يعني أنها لن تذهب أو لن تخرج قريبا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات. الصحفي محمد فتوح كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب. دعونا الآن نتوقف مشاهدينا عند هذه الجولة من الأخبار الدولية. في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ: السعودية ترفع دعوى قضائية في كندا ضد الجبر. عودة بايدن للمسار التقليدي بقضية فلسطين لن يحل المشكلة. شركة أسلحة أمريكية تخشى إلغاء صفقة كبيرة مع السعودية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة تابعة لصندوق الثروة السيادية السعودي تقدمت بدعوى قضائية أمام محكمة كندية ضد وزير الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري المقيم في كندا. وأشارت الصحيفة إلى أن القضية تتعلق بمزاعم اختلاس الجبري مليارات الدولارات قبل أن ينتقل إلى كندا. وأفادت بأن الدعوى القضائية تزعم أن ابن نايف تواطأ مع الجبري لتلقي ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الأموال المختلسة، وقام ابن نايف بتحويل 55 مليون دولار على الأقل إلى الجبري كرشاوة. علق مراسل صحيفة نيويورك تايمز مايكل كرولي على إعادة الإدارة الأمريكية الجديدة العلاقة مع الفلسطينيين وإلغاء السياسات التي مارستها الإدارة السابقة ضدهم بأنها خطوة جيدة، مشيرا إلى أن فرص تحقيق اتفاق إسرائيلي فلسطيني تظل بعيدة. وقال إن المعلقين وقادة المنطقة يرون أن فرص تحقيق سلام إسرائيلي فلسطيني أضعف اليوم مما كان عليه الحال قبل عقود، فقد توقف الطرفان عن المحادثات ورفض الفلسطينيون خطة ترامب جملة وتفصيلا، ولم يعد النزاع على قائمة اهتمامات بايدن في السياسة الخارجية. توقع الرئيس التنفيذي لشركة أسلحة أمريكية كبرى أن تلغي إدارة بايدن صفقة بيع قنابل بقيمة 500 مليون دولار إلى حليف يعتقد أنها السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون غريغ هايس للمستثمرين إن الشركة هو تتوقع بالفعل خسارة صفقتها لبيع أسلحة هجومية إلى عميل في الشرق الأوسط لا يمكننا التحدث عنه بحسب موقع ديفنس وان. وفي مايو 2020 تم الإبلاغ عن أن إدارة ترامب كانت تخطط للموافقة على بيع الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة للسعوديين عبر ذات الشركة. الآن نذهب وإياكم أعزائنا المتابعين إلى مقال اليوم، والذي جاء تحت عنوان: نحو مجلس وطني فلسطيني جديد ولجنة تنفيذية فاعلة. هذا المقال الذي كتبه نبيل السهلي ونشر في القدس العربي. دعوني أرحب بانضمام كاتبه نبيل السهلي معنا عبر سكايب لمعرفة ما ورد من تفاصيل تحت هذا العنوان. أستاذ نبيل، بداية أهلا بك معنا. أستاذ نبيل، إذا ما كنت تسمعني أرحب بك، أهلا بك. طيب أستاذ نبيل، هل تسمعني؟ أهلا بك. أهلا بك. بداية، نعم، لماذا، نعم الآن وصل الصوت، لماذا اعتبرتم في مقالكم أن بناء منظمة التحرير الفلسطينية في هذا التوقيت أهم حتى من مسألة ومن خطوة الدعوة إلى الانتخابات الفلسطينية المرتقبة بعد أشهر؟ منظمة التحرير الفلسطينية هي الوعاء السياسي للكل السلطة الفلسطينية، وظيفتها تحسين ظروف بالضفة الغربية وقطاع غزة وإذا أمكن في القدس. ولذلك فإن انتخابات مجلس وطني ولجنة تنفيذية
من هذا المجلس هي الأمن الفلسطيني، وهي الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة وحتى فلسطينية 48 وشتات في المهام القريبة. موضوع إعادة تشكيل المجلس الوطني، ألا يكفي باعتقادك فيما يتعلق بإعادة بناء منظمة التحرير؟ أستاذ نبيل السهلي، هل تسمعني؟ نعم، نعم، أنا ما سمعته. نعم، كنت أتساءل بالنسبة لمسألة إعادة تشكيل المجلس الوطني، ألا تدخل في إطار أصلا إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؟ المجلس الوطني من المرتقب أن يكون بعد التشريعي وبعد الرئاسيات فيما يتعلق بالانتخابات القادمة. طيب، لا أعرف إن كنت استمعت إلى السؤال أستاذ نبيل أم لا. نعم أستاذ نبيل، هل تسمعني؟ هلا سمعتك عبر الهاتف. طيب، من الجيد أن يتم الحديث عبر الهاتف، ربما الآن أصبح الصوت لدينا أفضل. كنت أتساءل مسألة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ألا يدخل في إطار أصلا إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؟ نعم، لأن المجلس الوطني هو الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية. إذا استطعنا أن نقوم بتشكيل وإعادة هيكلة مجلس وطني ينبثق عنه لجنة تنفيذية فاعلة يكون فيها الكل الفلسطيني بطاقاته البشرية داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات في المهاجر البعيدة والقريبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون في هذا المجلس طاقات بشرية واعدة علمية وأدبية وفنية يمكن بذلك مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية. وبرأيك ماذا عن الأحزاب والفصائل غير المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والتي تطالب عبر السنوات الماضية بضرورة إعادة بناء المنظمة؟ يجب على الجميع أن يأخذوا بعين الاعتبار أن القضية الفلسطينية في مواجهة عاصفة التهويد قرارات اليمين الإسرائيلي المتمثلة بقرارات نتنياهو لتهويد مزيد من الأرض مدعوما من الإدارات الأمريكية وخاصة إدارة ترامب وإدارة بايدن الحالية التي أكدت على قرارات ترامب السابقة. ومن هنا يجب على الجميع أن يعملوا جاهدين لتشكيل مجلس وطني فلسطيني ولجنة تنفيذية فاعلة وأن تنضوي كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في منظمة التحرير، لأن الوقت من دم والتاريخ لا يرحم بالنسبة للشعب الفلسطيني. طيب، في موضوع الخارج، وإن كنت أنا لم أسمع الإجابة بالشكل الصحيح الإجابة الأولى، لكن لا إلى حد هذه اللحظة يبدو أنه ليست هنالك من بوادر تشير إلى إشراكهم في العملية الانتخابية المرتقبة بعد عدة أشهر، وهذا طبعا لا يستوي مع ما تطرحونه خلال المقال بضرورة إشراك الخارج في إعادة بناء أو في عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. إذا كان مسألة بسيطة مثل إشراكهم في الانتخابات غير موجودة، فكيف سيشتركون في أمر يعني ربما أكثر جوهرية فيما يتعلق بالعملية السياسية المقبلة في فلسطين؟ إذا لم نأخذ بعين الاعتبار تأخذ القوى والفصائل والكل الفلسطيني إدماج الطاقات البشرية الواعدة بين الشعب الفلسطيني في المهاجر البعيدة والقريبة لن نستطيع مواجهة عاصفة التهويد. ولذلك أتمنى من الفصائل الفلسطينية وقوات وهيئات المجتمع المدني في فلسطين التاريخية وخارجها أن تعمل جاهدة إلى تشكيل مجلس وطني يكون فيه أكفاء من الخارج الفلسطيني، أطباء، مفكرين، مهندسين، وهناك طاقات كبيرة بالشعب الفلسطيني في المهاجر البعيدة والقريبة، أقصد مخيمات اللاجئين وفي الشتات الأوروبي والأسترالي والأمريكي والكندي. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الكاتب نبيل السهلي، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا
جزيلا لك. دعونا مشاهدينا نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود. مشاهدينا من جديد نرحب بكم، والآن نتحول وإياكم إلى قراءة في عناوين الصحافة العربية، العناوين التي طرحناها في بداية هذه الحلقة. لكن الآن اسمحوا لي أن أرحب بانضمام ضيفنا هنا في الاستديو الصحفي رامي الجندي. أهلا بك رامي معنا بداية، ونبدأ من القدس العربية. الصحيفة تناولت الوضع والأزمة كذلك التونسية الأخيرة، وتتحدث عن بوادر أزمة سياسية بعد رفض الرئيس الاعتراف بجلسة منح الثقة للحكومة في ظل التعديل الوزاري الأخير. طبعا يبدو أن هناك بوادر أزمة سياسية ما بين مؤسسة الرئاسة التونسية وما بين البرلمان التونسي، حيث بدأت هذه الأزمة بوادرها فيما يتعلق عندما أرسل الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة إلى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ويخبره فيها بأنه لا يعترف ضمنا بالإجراءات النظام الداخلي للبرلمان التونسي، وبالتالي بأنه ربما لا يوافق ضمنيا على منح الثقة للوزراء الجدد، وهذا يعني عدم اعترافه بالإجراءات الداخلية للبرلمان التونسي. طبعا هذه البوادر أو هذه الأزمة السياسية قُبلت في تونس باستهجان كبير، خاصة من قبل الطبقة السياسية، ووجهت انتقادات حادة وكبيرة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد فيما يتعلق بهذه الإجراءات، حيث أنه وجهت إليه كيف يمكن له أن يرفض هذه الإجراءات الداخلية والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، في حين أنه جاء وأدى اليمين الدستورية رئيسا لتونس داخل البرلمان وتحت قبة البرلمان وبناء على الإجراءات والنظام الداخلي التونسي للنظام الداخلي للبرلمان التونسي. وإذا كان يرفض ذلك فهذا يعني أن هناك خللا في كونه رئيسا لتونس. طبعا هذه البوادر الأزمة السياسية ربما انعكست أيضا وتنعكس أو انعكاس للأحداث التي تشهدها تونس فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية في الشأن التونسي، وأن هناك عدم رضا فيما يتعلق بأداء الرئيس قيس سعيد في المشهد التونسي الداخلي. طبعا هذه ستترك ظلالها على داخليا ما بين المؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان التونسي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، وتتعقد الأمور أكثر في ظل الحديث عن عملية تسميم تعرض لها الرئيس، ربما هي الثانية خلال عامين تقريبا. نعم، هي من عامين، وما بين الرفض والتأكيد بالنسبة لهذه العملية تتعقد الأمور أكثر فأكثر. نعم، يبدو أن هناك من يريد العبث بالمشهد الداخلي التونسي عبر هذه الرسالة المشبوهة التي وصلت إلى مؤسسة الرسالة، ولكن الرسالة لم تصل إلى الرئيس التونسي، لكن أصيبت مديرة الديوان الرئاسي التونسي، وأصيبت حسب ما قيل في الأخبار بأنها أصيبت بعمى كامل في عينيها، وبالتالي هناك محاولة لإرباك المشهد الداخلي التونسي. وجاءت هذه الحادثة فيما يتعلق بتأدية النواب لليمين الدستورية أمام الرئيس أيضا لتضيف إشكالا فوق إشكال آخر. نتحول إلى الأخبار اللبنانية، والصحيفة كتبت اليوم وعنونت تقول أمريكا إيران لا عودة إلى الوراء. نعم، يبدو أن المشهد الإيراني أو العلاقات الإيرانية الأمريكية لا زالت تطفو على سطح العلاقات السياسية في من قبل الباحثين والمؤسسات، حيث أن على الرغم من تصاعد التوترات العسكرية وأيضا بين أمريكا وإيران، إلا أنها لم تشهد هذه التصاعدات فيما يتعلق بتوتر العلاقات بين الطرفين، وتحديدا منذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من اتفاق النووي 5+1 مع إيران. وفي فيما يتعلق بهذا الأمر فإن الرئيس أو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ركزت فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية في ساحة العقوبات الاقتصادية على إيران، بينما ركزت إيران في محاولة الرد على هذه العقوبات بتفعيل بساحة البرنامج النووي للرد. لكن
هذا الأمر أيضا يخلق فرصة أو ساحة كبيرة من عدم الثقة ما بين الطرفين فيما يتعلق بالعودة للاتفاق النووي، حيث أن إيران أيضا تشترط بأن تكون أمريكا هي التي تعود أولا للاعتراف بالبرنامج بالاتفاق النووي مع إيران، لأن هي التي انسحبت من هذا الاتفاق، بالإضافة إلى الشرط الثاني هو رفع كامل للعقوبات الأمريكية على إيران من أجل أن تقوم إيران بخطوة مقاربة أو مضادة لها فيما يتعلق بالعودة إلى هذا الاتفاق والالتزام بالاشتراطات التي اشترطها الاتفاق النووي. لكن يبدو أن عدم وجود ثقة ما بين الطرفين قد يؤخر أيضا أي اتفاق يتم التوصل إليه، وهو ما يمكن القول بأن جهات دولية أو مؤسسات أو أيضا ما خلف الكواليس يحاول التوصل إلى عودة مؤقتة أو جدولة للتراجع، خطوات للتراجع عن هذا الاتفاق وصولا إلى صيغة ترضي جميع الأطراف فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. وسيبقى طبعاً هذا سؤال قائم، إذا ما كانت أمريكا فعلا ستعود إلى الاتفاق النووي وشكل كذلك هذه العودة على بنوده السابقة، أم ربما هنالك أي تغييرات فيه؟ طبعا شكل العودة إلى الاتفاق النووي حتى الآن غير واضح، هل يمكن العودة إلى ذات الاتفاق النووي أم لا، أم هناك تحسينات، أم يمكن القول بأن شروطا جديدة يمكن أن تضاف على إيران؟ هذا الأمر صراحة حتى هذه اللحظة مجال بحث لكلا الطرفين، حتى أن هناك معلومات قالت بأن روسيا أيضا دخلت على الخط في التوسط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران فيما يتعلق بهذا الاتفاق، حيث أن لروسيا أيضا علاقات قوية ومتينة مع إيران ولا تريد أن تخسر هذه العلاقات، بالإضافة إلى أن أمريكا ليس لديها القدرة على التواصل المباشر مع إيران، وبالتالي ما زال البحث عن وسطاء وما زال البحث عن نقاط مشتركة يمكن التوصل إليها، خاصة أن إيران قامت بخمس خطوات فيما يتعلق بالرد على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2018، خمس خطوات كاملة فيما يتعلق بالرد على أمريكا بهذا الأمر، وبالتالي حتى وصولها إلى نسبة التخصيص 20% وهو أعلى نسبة تخصيب قامت بها إيران منذ تراجع أمريكا عن الاتفاق النووي. نترك الأخبار اللبنانية والحديث عن أمريكا وإيران ونذهب إلى لبنان، لكن عبر هذه المرة صحيفة القبس الكويتية التي عنونت وكتبت مخاوف من تحول الاحتجاجات إلى العنف، هذه الاحتجاجات المستمرة منذ السبت الماضي في العاصمة في مدينة طرابلس شمالية لبنان. مدينة طرابلس شمال لبنان أيضا تشهد حاليا سلسلة من الاحتجاجات الشعبية الكبيرة، ووصلت حتى أنه بالأمس تم إحراق السراي وهو دائرة النفوذ في مدينة طرابلس، وهذه الاحتجاجات طبعا احتجاجا على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وحالة الفقر، بالإضافة إلى استمرار أزمة الحكومة اللبنانية وعدم تواصل الفرقاء اللبنانيين طوائف وفصائل إلى اتفاق مشترك فيما يتعلق بالحكومة وتسيير الأوضاع الاقتصادية ومواجهة أيضا أزمة كورونا التي تفاقمت في البلاد، فبالتالي كانت هناك احتجاجات كبيرة في الشوارع وصلت إلى حد أنها وصلت إلى منازل المسؤولين في الطوائف اللبنانية، وبالتالي هذا انعكس أن يكون هناك اتهامات من قبل بعض المسؤولين سواء الوزراء أو مسؤولي التيارات الوطنية اللبنانية إلى اتهامات مشتركة للآخر، من المسؤول عن هذه الاحتياجات ومن الممول لها، وأن هناك أجندات خارجية للعبث بالوضع الداخلي اللبناني. طبعا هناك صدر عن ما تورد في الإعلام حسب أيضا ما يقول الخبر بأن هناك مع تعليمات من الرئاسة اللبنانية بضرورة احتواء والسيطرة وإنهاء هذه الاحتجاجات في الشارع اللبناني حتى لا تتفاقم إلى مستويات لا تحمد عقبها، ويظل أيضا المشهد الداخلي اللبناني متأزما في العديد من المستويات والمجالات. نعم، وهنالك كما كتبت بعض الصحف اليوم محاولة لتسييس هذه التظاهرات التي تخرج في مدينة طرابلس. نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ونعود. في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ: تأثير إيجابي للجوء السوري على نمو سكان شمال أوروبا. زوجان أكاديميان بالهند يقتلان ابنتيهما لطرد الأرواح الشريرة. شبكة تواصل اجتماعي سرية تقرر الانفتاح على العالم.
حسن اللجوء السوري بصورة ملحوظة وبشهادة دراسة أعدتها جامعة ستوكهولم السويدية من نسبة المواليد والديموغرافيا السكانية لدول شمال أوروبا، وطرحت الجامعة في دراستها سيناريوهات افتراضية حول التطور الديموغرافي الذي سيقع في السويد والنرويج دون الهجرة الكبيرة التي أعقبت الأزمة السورية. وأظهرت الدراسة أنه بدون الحرب في سوريا وفي حال لم تحدث موجة اللجوء إلى أوروبا كانت الديموغرافيا الوطنية ستكون منخفضة لمعدلات قياسية. فجع الشارع الهندي بكشف تفاصيل بشعة عن قيام زوجين بقتل ابنتيهما بدفع طرد الأرواح الشريرة داخلهما. وبحسب وسائل إعلام هندية فإن الزوجين قاما بقتل ابنتيهما اللتين تبلغان من العمر 27 و23 عاماً في منطقة تشيتور بولاية أندرا براديش الهندية. وقام الوالدان بقتل ابنتيهما بواسطة مثقاب وجه على رأسيهما، وبررا ذلك بأنهما يريدان طرد الأرواح الشريرة من جسديهما. المفاجأة الأبرز هي قول الوالدين إنهما يعتقدان بأن ابنتيهما ستعودان إلى الحياة بعد طرد الأرواح الشريرة، وطلبا عدم دفن الجثث. تعتزم شبكة كلوب هاوس الاجتماعية الصوتية التي يزداد عدد مستخدميها بمعدل 2 مليون أسبوعياً تعزيز حضورها من خلال زيادة في رأس مالها تهدف إلى رفع قيمته إلى نحو 1 مليار دولار. وأعلن المؤسسان بول ديفيسون وروهان سيث أنهما يرغبان في فتح كلوب هاوس للعالم بأسره. وأطلقت المرحلة الاختبارية للشبكة في مارس الفائت بشكل سري بنسخة تجريبية. وتعتزم الشبكة كذلك تطوير قدرات خوادمها لمواكبة الإقبال المتوقع وتحسين الخدمة عموماً لجهة الدعم الفني ووظائف البحث لمساعدة المستخدمين في العثور على غرف محادثة تناسب اهتماماتهم. الآن إلى آخر ما لدينا في الصحافة المكتوبة، وهو ما اخترناه من الصحافة العبرية وتحديدا من صحيفة يديعوت أحرنوت. الصحيفة عنونت نحو جهد إسرائيلي عربي للضغط على إدارة بايدن. لماذا هذا الضغط وما طبيعة هذا الجهد أيضا؟ طبعا المقال يستعرض التخوفات التي يعيشها إسرائيل وبعض الدول العربية كما يقول كاتب المقال حيال الإدارة الجديدة في أعقاب استلام وحاليا في إدارة بايدن. أولا هناك قلق مشترك كما يقول المقال ما بين إسرائيل والدول العربية الكبرى فيما يتعلق بكيف ستتعامل إدارة بايدن مع الملف النووي الإيراني، حيث أنها في حال عادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق فإن هذا يعني أن هناك ثقة ذاتية لإيران عادت إليها، وبالتالي ستعود إلى السيطرة على دول المنطقة وسياساتها. بالإضافة إلى أن إسرائيل يشغل بالها فيما يتعلق بكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية إدارة بايدن مع أيضا القضية الفلسطينية، حيث سيكون بالتأكيد كما يقول كاتب المقال بأن إدارة بايدن وتوجهاتها السياسية مختلفة تماما عن توجهات الإدارة السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هناك نقطة ثالثة يقولها المقال بأن هناك قلقا تعيشه بعض الدول العربية وكما أسماها كاتب المقال مصر ودول الخليج تحديدا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتوجهات الديمقراطية، حيث هناك تخوف أن تكون أو تمارس إدارة بايدن مزيدا من الضغوط على هذه الدول من أجل إفساح المجال للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهما يعني سقوط هؤلاء الحكام من وجهة نظر شعوبهم، وبالتالي أن تكون هناك بوادر ربيع عربي ثاني كما حدث في عام 2009. هما يستذكر خطاب الرئيس الأسبق باراك أوباما في جامعة القاهرة عندما كان كما يقول المقال بأنه شرارة لانطلاق الربيع العربي. يدلل على أن هناك تخوفاً
من بعض الدول العربية وقد أبدت بعض الخطوات من أجل احتواء الإدارة الأمريكية الجديدة. على سبيل المثال كما يذكر المقال السعودية حيث أنها توجهت إلى مصالحة مع قطر بعد طول من السنوات، وبالتالي رغم أنها لم تجني من ذلك شيئا. يضيف أيضا هناك فرص تلوح في الأفق فيما يتعلق بعمل مشترك ما بين إسرائيل وبعض الدول العربية وتحديدا الإمارات والسعودية كما يقول، وهو الدخول إلى الحالة الفلسطينية والسيطرة عليها من خلال مزيد من المنح الاقتصادية والمساعدة. شكرا لك رامي. من أجل احتواء أيضا قطر والتي تكون هي في حلف مع تركيا وأيضا حماس. وبالتالي هو يقول في الخلاصة بأن إسرائيل والعالم العربي يقفان على قوائم مشتركة ضد بعض الدول والسياسات الموجودة. شكرا لك الصحفي رامي الجندي على حضورك معنا، ونتوقف الآن عند آخر أخبار فيروس كورونا. اتساع رقعة انتشار طفرة كورونا الجديدة. قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الدول والمناطق التي انتشرت فيها السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا ارتفع إلى 70 دولة. وأشارت المنظمة إلى أن السلالة الإفريقية المتحورة والتي تفشت بسرعة وصلت الانتشار في 31 بلداً. أما السلالة البرازيلية المتحورة للفيروس فقد رصدت في 6 دول جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8 دول. وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب كون السلالة البريطانية أشد عدوى، وما زال غموض يلف مدى خطورتها. بيل غيتس: الجائحة التالية قد تكون أسوأ بعشر مرات. حذر الملياردير الأمريكي مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من جائحة فيروسية تالية قد تكون أقوى بعشر مرات مقارنة بما يشهده العالم حالياً. وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة: لسنا مستعدين للجائحة التالية. ولفت إلى أن صبر الناس بالتأكيد على وشك النفاد، خاصة هؤلاء الذين يعيشون في ظروف أصعب ولا يمكنهم ضمان دراسة أطفالهم عن بعد. وأضاف: العودة للحياة الطبيعية ستتطلب عاماً كاملاً على الأقل. الآن إلى آخر محطاتنا في جولة الصحافة لهذا اليوم، ونتوقف فيها عند العناوين في الصحافة الإلكترونية. أبدأ من موقع الجزيرة نت الذي كتب: وسط جدال محتد بين طهران وواشنطن، صحيفة أمريكية تقول إدارة بايدن لا تخطط لرفع عقوبات إيران بالكامل. فورين بوليسي أيضا تتساءل: ما الذي يتطلبه اتفاق نووي جديد مع إيران؟ وزير الخارجية الأمريكي يقول: سنعود للاتفاق النووي إذا وفت إيران بالتزاماتها وقضية اليمن أولوية. جنرال أمريكي: علاقتنا بإيران تمر بمرحلة من الفرص. تركيزنا على العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إيران في ظل احتمالية العودة إلى الاتفاق النووي. أيضا ماذا لدينا في الجزيرة نت؟ أو نذهب إلى موقع آخر، الخليج الجديد. عنوان هنا الموقع: نقلا عن معهد أمريكي، سياسات الإمارات أصبحت تهديدا لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط. وفي عناوين أيضا الخليج الجديد هذا اليوم كتب الموقع: استراتيجية الرياض، بن سلمان يتعهد بالانضمام إلى أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. أيضا دول الخليج تدرس إنشاء مجال جوي موحد، ماذا عن طائرات إسرائيل؟ في العناوين أيضا ضمن الخليج الجديد هذا اليوم: أول تحرك قضائي للرياض، مجموعة استثمارية سعودية تتهم الجبري باختلاس المليارات. نقل إسرائيل إلى سنتكوم يعزز تحالفها الاستخباري مع الإمارات وكذلك مع البحرين. ننتقل من الخليج الجديد إلى عربي 21، وفي عناوينه الرئيسية: جرائم القتل تستهدف النسيج المجتمعي في الداخل الفلسطيني. من ضمن أيضا العناوين: إثيوبيا أو انتهاء جولة لجنة الدستور السوري واجتماع أستانا منتصف فبراير. لدينا أيضا في عربي 21: دعوات أممية لسحب المرتزقة من ليبيا وانتهاء الترشح للمناصب. إثيوبيا تتهم السودان باحتلال أراضيها والمحاربة عن طرف ثالث. أيضا تعيين مساعد سابق لأوباما مبعوثا خاصا لإدارة بايدن حول إيران. الذكرى العاشرة لجمعة الغضب في مصر، كيف تفاعل النشطاء؟
تصعيد عسكري مستمر في الحديدة اليمنية وقلق أممي. حكم نهائي بسجن رئيسي وزراء سابقين في الجزائر بتهم فساد. ننتقل من عربي 21 إلى موقع بي بي سي عربي، والموقع كتب اليوم: بريطانيا تضيف الإمارات إلى قائمة حظر السفر. وأيضا الموقع يكتب هنا عنوانا: متطوعون لتغسيل موتى كورونا في مسجد بريطاني، ولقاح نوفافاكس المضاد لكورونا فعال بنسبة 89%. بايدن ومعركة الاحتفاظ بأجهزته الذكية، والتحقيق مع رونالدو بسبب عيد ميلاد صديقته. نكتفي بهذه العناوين في المواقع الإلكترونية، ونشكركم على متابعة جولة الصحافة لهذا اليوم. هذه أطيب المنى، في أمان الله.